توافد عشرات الآلاف من المواطنين على الحدائق والمتنزهات والأماكن السياحية بمختلف محافظات الجمهورية احتفالا بثاني أيام عيد الأضحى المبارك، وتكثف مختلف أجهزة الدولة حملاتها على المتنزهات والأماكن السياحية والتجمعات لمتابعة الأغذية المعروضة والوقوف على مدى صلاحيتها ورفع درجة الاستعداد داخل المستشفيات لاستقبال أي حالات. وللمزيد تنضم إلينا مراسلة التلفزيون المصري جرمين إبراهيم. جرمين، أهلا بك معنا، وصفي لنا أجواء العيد في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، وأيضا ماذا عن الجهود المعنية من كافة أجهزة الدولة الخاصة بمتابعة الحدائق والمتنزهات ومتابعة أيضا الأغذية المقدمة؟ نعم، بعد التحية نتابع معكم تفاصيل الأجواء الاحتفالية للمواطنين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. كل عام وكل المصريين بخير وسلام. نتابع معكم الآن من داخل حديقة أم كلثوم بمنطقة ألمانيا، هذه الحديقة اللي بتقع مباشرة على نهر النيل، مما يعني بيعكس جمال هذه الحديقة من الجمع بين المساحات الخضراء الشاسعة وأيضا الأجواء النيلية، بيجعلها الحقيقة يعني نزهة مميزة لكل المواطنين للاستمتاع بالأجواء مع حتى مع ارتفاع درجة الحرارة، لكن الحقيقة أن درجات الحرارة بتكون منخفضة قليلا بسبب طبعا وجودها وموقعها على نهر النيل. هذه الحديقة أيضا من الحدائق اللي بتسمح للمواطنين باصطحاب الطعام والجلوس على المسطحات الخضراء حتى يستطيعوا طبعا أن هم يستمتعوا بالأجواء وبالتجربة كاملة والاحتفال بعيد الأضحى المبارك. أيضا منذ قليل كنا بنتواجد في حديقة الحرية بمنطقة الزمالك، هذه الحديقة أيضا اللي بتعتبر من أقدم الحدائق الموجودة في محافظة القاهرة، تم إنشاؤها في عهد الخديوي إسماعيل، بتتميز بالمساحات الخضراء الشاسعة، فهي بتمتد على مساحة 7 أفدنة بتجمع بين الأشجار المعمرة والنادرة وأيضا النخيل الملكي، واللي بيميز يميزها أيضا وجود عدد من التماثيل لأمثلة ورموز الثقافة والفكر كأمير الشعراء أحمد شوقي وشاعر النيل حافظ إبراهيم وغيرهم أيضا من الرموز والشعراء والمفكرين، وبتتميز أيضا بالمساحات الخضراء الواسعة ووجود أماكن مخصصة للمشي والجري وأماكن مريحة للجلوس، إضافة طبعا لوجود أيضا ملاهي للأطفال للاستمتاع بأجواء العيد. بشكل عام الحقيقة أن محافظة القاهرة كان لها عدد من الاستعدادات لاستقبال عيد الأضحى المبارك عن طريق إجراء أعمال الصيانة والتطوير في مختلف حدائق المحافظة، وأيضا القيام بمراجعة نظام الري للحدائق وتجديد المقاعد وأيضا المسطحات الخضراء الموجودة في الحديقة، أيضا تم تجهيز عدد من الفقرات الثقافية في عدد من الحدائق، نتحدث عن فقرات غنائية وموسيقية، فقرة الأراجوز المحببة لكل الأطفال، وأيضا قطار يجوب الحدائق لتوفير الحقيقة تجربة مميزة لكل الزائرين. أيضا بيتم مراجعة كل الألعاب الترفيهية والتأكد من عوامل السلامة والأمان. أيضا في مختلف الحدائق بيبقى في توفير لعربية إسعاف للتعامل مع أي طارئ، أيضا تكثيف تواجد أفراد الأمن للحفاظ على أمن الحديقة، وكل الحدائق بتستقبل المواطنين من الساعة 9 صباحا حتى منتصف الليل بأسعار تذاكر رمزية، وبتفتح أبوابها أمام المواطنين للاستمتاع بأجواء عيد الأضحى المبارك. كل عام وكل المصريين بخير وسلام. أعود إليك مرة أخرى في الاستوديو. نعم، شكرا لك جزيل الشكر جرمين إبراهيم على هذا العرض الكامل، كنت معنا من حديقة أم كلثوم.